الآن على بعد 60 كيلومتر من قصر الطوبة الأثري. نحن الآن على بعد 25 كيلومترا من قصر الطوبة الأثري. يقارب 4 كيلومتر إلى قصر الطوبة الأثري والذي يظهر أمامك عزيزي المشاهد على الشاشة. طبعا في الحقيقة السيارة لم تستطع الوصول بسبب الطريق الغير معبدة، مما يعني أننا سنواصل مشيا على الأقدام لهذا القصر. أسعد الله صباحكم متابعينا متابعين قناة جوردن جيت بوابة الأردن. كما عودناكم دائما أن نطل عليكم بما هو جديد في المواقع الأثرية، نحن الآن ما زلنا مستمرين معكم في جولة من القصور الصحراوية. وكما نشاهد الآن نحن أمام قصر الطوبة، وتحديدا في الجنوب الشرقي من العاصمة الأردنية عمان، وعلى بعد 140 كيلومترا، وتحديدا في قلب الصحراء بمنطقة تسمى بوادي الغدر. كنا قد أشرنا مشاهدنا العزيز في الفيديوهات السابقة إلى أسباب بناء الأمويين للقصور الصحراوية، والتي كانت منها للاستجمام والراحة والصيد، ولكن أهم هذه الأسباب كما ذكرنا هو وقوع هذه القصور الصحراوية على طريق يسمى بطريق الحج الشامي. بني هذا القصر الذي ترونه الآن في عهد الخليفة الوليد ابن اليزيد عبد الملك الأموي في القرن 8 الميلادي، والذي تذكر المصادر التاريخية أنه قد أحب هذه الصحراء ومكث فيها فترة من الزمن، بنى من خلالها هذه القصور والتي تمثل عقد من الجواهر التي رصعت صدر الصحراء الأردنية. لعل مشاهدنا العزيز يلاحظ أن القصر قد بني من الأسفل بالحجارة الكلسية، وذلك للمحافظة على الأساسات هذا القصر من السيول الجارفة. أما من الأعلى فيلاحظ الطوب والذي كان يمثل الطين الذي يوضع في قوالب ويتم حرقه على درجات حرارة عالية جدا، والمسمى بعلم الآثار بالآجر. من خلال شكل البناء والذي يشبه قصر المشتة تستطيع أن تعرف أن نمط هذا البناء يختلف عن القصور الصحراوية في الحقيقة، ولم يكتمل هذا البناء في هذا القصر بسبب سقوط دولة الأمويين ومجيء العباسيين الذين حولوا مركز الخلافة إلى بغداد، ولم يهتموا بهذه القصور الصحراوية. بني هذا القصر على شكل مستطيل، بلغت أبعاد هذا القصر 140 في 72 مترا، وتم تسقيف الغرف على الشكل النصف البرميلي والذي يسمح للهواء بالبارد بالدخول بعيدا عن حرارة هذه الصحراء. يتكون هذا القصر من مجموعة من الغرف ذات أبواب على شكل هندسي، ونتيجة في الحقيقة نتيجة لبعد هذا القصر في وسط الصحراء شكل سببا لضعف زوار هذا القصر من السياح. ونلاحظ أن العوامل الجوية والطبيعية قد أثرت فيه على الرغم من محاولات دائرة الآثار العامة بعمليات الترميم الأثري.
عزيزنا المشاهد، هذه الأبراج التي لم تكتمل البناء، ولعل ذلك يعود إلى عدم اكتمال بناء هذا القصر في الفترة الأموية. كما يعرف قصر الطوبة بأنه قد استخدم منه الطوب كما في قصر المشتة الأثري، والذي يدلان على نهاية الدولة الأموية في القصور الصحراوية.